أهلا بكم متابعي قناة حياتنا الإخبارية، ولمعرفة كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت وبجودة عالية ودون تقطيع يرجى مشاهدة الفيديو إلى الآخر لمعرفة الطريقة الصحيحة لتشغيل المباراة. لكن قبل البداية يرجى الاشتراك في القناة لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة. والآن لنبدأ. يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022. ريال مدريد نجح في العودة بنتيجة مثالية في مباراة الذهاب بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وتنطلق صافرة بداية المباراة الليلة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وستذاع مباراة تشيلسي وريال مدريد على قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم. ويمكنكم أيضا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت بجودة عالية ودون تقطيع على موقع جول أو عبر موقع كورا لايف والدخول في الأولى. مشاهدة طيبة للجميع. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.